معكم جرات مغبغب، أخصائية بعلم النفس. اليوم بدنا نحكي عن الساديسم. الساديسم هي باثولوجي وبرفرسيون سكسيال. بنحكي عنها لما الكومبورتمان أو السيمتوم يبين عند الشخص لمدة 6 شهور. خلينا نعرف عن الساديسم. إن بيرسون ساديك هي اللي بتحب تعمل إميلياسيون للغير، بتهينه، بتحكي كلمات نيجاتيف، تحطيم. والبرفرسيون سكسيال بالرلاسيون سكسيال بيكون مع البارتنير تبعه كتير اغريسيف، ما بيحس انه تيان با لو بليزير سكسيال الا لما يعرض التاني للسوفرانس، لما يعذب التاني. ما بيحس باللذة الجنسية الا لما يكون عم يعذب التاني، يعني تقروس، بيستعمل اوقات دي زوبجي كرمال اللي يعمل فيها اغريسيون على البارتنير تبعه، بعرضه للأذية واوقات لخطر الموت. جميلاً البارتنير اللي بيتحمل هيدي السوفرانس بيكون كمان هو عنده على الأرجح مازوشيسم. المازوشيسم هو عكس الساديسم، يعني ما بيحس ببليزير إلا لما يكون هو عم يتعرض لسوفرانس، بيحب يعذب الغير. سوفرانس فيزيك بسيكولوجيك، بسيكولوجيك أكيد على مستوى النفسي والمعنوي، تحطيم بالكلمات اللي بيستعملها، هوميلياسيون يعني مستوى الجسدي، تعذيب وسوفرانس، خبيط، ضرب، تقروس، كل شيء فيه عذابات جسدية. ضروري كل إنسان بيعاني من هول السيمتومز يستشير أخصائيين. الإنسان اللي بيكتشف المرض وبيعالجه بيكون عم بيعمل شيء إيديال. بالنهاية الشخص اللي عنده ساديس ما وصل لهالباتولوجي بدون سبب، أكيد بالبيت أنفانس الشخص معرض لما مشاكل معينة، لأجريسيفيتي معينة، أو لأبو سكشيال معين، تحرش جنسي، اغتصاب، لأنه ما نوصل للباتولوجي هيك بدون سبب. في عدة أسباب لنوصل لهيدي الباتولوجي. طبعا استشارة أخصائيين نفسيين منو عيب، بالعكس هو ضرورة تنحد من المشاكل بمجتمعنا اللي هي سببها أغلبيتها الأمراض النفسية.